نبدأ فقرتنا الجوية من حالة الطقس في عدد من العواصم العربية، ونبدأ من القاهرة اللي بتشهد طقس غائم وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 31، أما الصغرى ف 22. أما الرياض الطقس غائم أيضا وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 28، أما الصغرى فيها 19. أما في أبو ظبي اللي بتشهد طقس غائم تكون درجة الحرارة العظمى 26، أما الصغرى فتكون 23. في تونس تبلغ درجة الحرارة العظمى 26، أما الصغرى فتكون 14. أخيرا الرباط تكون درجة الحرارة العظمى 22، أما الصغرى ف 14. أما عن درجات الحرارة في العواصم العالمية، بداية من لندن اللي بتشهد طقس ممطر وتكون درجة الحرارة العظمى 11 درجة، أما الصغرى فثمان درجات. أما باريس تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة، أما الصغرى فثمانية درجات. أما موسكو بيسود فيها طقس بارد على أغلب المناطق، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 6 درجات، أما الصغرى فثلاثة. منروح على واشنطن اللي بتسجل درجة الحرارة العظمى فيها 13، أما الصغرى فخمسة. وأخيرا بكين تسجل درجة الحرارة العظمى 17، أما الصغرى فثمان درجات.